أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه السورة سمى سورة الأعلى لأن الله تعالى ذكر في أولها سبح اسم ربك الأعلى. افتتح الله تعالى هذه السورة بتسبيحه، بالأمر بتسبيحه وتنزيهه وتعظيمه عما لا يقوم به سبحانه وتعالى. قال سبح اسم ربك الأعلى، نزه ربك وعظمه. وهذا الأمر أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لأمته بتسبيحه وتنزيهه. تسبيح معنى التنزيه، وتنزيه الله عما لا يليق به من صفات النقص ومن العيوب والنقائص وغيرها. وقد سبح سبحانه نفسه، قال سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبح اسم ربك الأعلى، نزه ربك وعظمه، نزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى، ناطقا باسمه الأعلى. والأعلى اسم من أسماء الله تعالى، كما أن العلي كذا اسم من أسماء الله تعالى، وهو متضمن لصفة العلو. وصفة العلو ثابتة لله تعالى بأنواع الثلاثة: علو الذات، وعلو القدر والشأن، وعلو القهر والسلطان، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشريفة: والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. يعني الفوقية والعلو ثابتة لله، فوقية الذات، فوقية القهر والقهر والسلطان، وفوقية القدر والشأن. سبح اسم ربك الأعلى، نزه ربك عما يقول به سبحانه وتعالى ناطقا باسمه الأعلى. وهذا الأمر والتسبيح واجب عند جمع من العلماء في الصلاة كالحنابلة وغيرهم، فإنهم أوجبوا التسبيح في الركوع والسجود، وكذلك التكبيرات، قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، كلها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وقال صلوا كما رأيتم ونصلي. وأما الجمهور فإنهم يرون أنها مستحبة وليست بواجبة. فهذا الأمر إذن أمر للوجوب على الصحيح عند جمع أهل العلم، وهو الاستحباب في جميع الأوقات، واجب في الصلاة عند جمع من أهل العلم، ومستحب في جميع الأوقات. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، هذا وصف الله تعالى الذي خلق، يعني خلق المخلوقات ووجدها من العدم. والخلق يأتي بمعنى الإنشاء والاختراع، ويأتي بمعنى التقدير والتصوير، ويأتي بمعنى التقدير والتصوير هذا يوصف به المخلوق، كما قال الله تعالى عن عيسى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، يعني تقدر وتصور. قال تبارك الله أحسن الخالقين، يعني المقدرين المصورين، لا المنشئين المخترعين، فإن المنشئ المخترع هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى، يعني أوجد المخلوقات من العدم. وهذا الذي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، يعني خلق المخلوقات وأوجدها من العدم: السماوات والأرضين والآدميين والحيوانات والحشرات والطيور والبحار والأشجار وغيرها، جميع المخلوقات الله تعالى خلقها وأوجدها من العدم. الذي خلق فسوى، سواها
جعلها مستوية لما قدره سبحانه وتعالى لما يناسبها، كما قال سبحانه وتعالى في الإنسان: لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن خلقة وأقوم خلقة. فخلق المخلوقات وسواها، جعلها مستوية لما يناسبها لما قدره سبحانه وتعالى. والذي قدر فهدى، والذي سبحانه الذي قدر المخلوقات، قدر المقادير، قدر المقادير وهدى، هذا قدر مقادير المخلوقات وهدى هذه المخلوقات لمقاديرها. والهداية هنا بمعنى هداية الإلهام، بمعنى أنه ألهم المخلوقات ما قدره إلى هداها لما قدره لها من المقادير. فهدى الأنعام لمراعيها ومراتعها، وهدى الطفل لثدي أمه، وهدى الطيور إلى أوكارها، وهدى المخلوقات لما قدره لها من شقاوة أو سعادة. فهذه هداية بمعنى هداية عامة، وهي عامة لجميع المخلوقات بمعنى الإلهام. وتأتي الهداية خاصة بني آدم، وهي نوعان في الدنيا: هداية الدلالة والإرشاد، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهداية التوفيق والتسديد وخلق هداية في القلوب، هذه لا يقدرها إلا الله، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وتأتي أيضا الهداية في يوم القيامة، هداية أهل الجنة إلى بيوتهم في الجنة، وهداية أهل النار إلى النار، قال تعالى: في أهل النار وهديناهم إلى صراط الجحيم. وجاء في الحديث أن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها أن الرجل من أهل الجنة يهتدي إلى مسكنه، إلى مساكنه، أعظم من هدايته إلى مساكنه في الدنيا. والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، قال هذا وصف الله تعالى: خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى يعني العشب والنبات بما أنزله من المطر في السماء على الأرض، فتنبت العشب والنبات ويكون نظرا رطبا في أول خلقته، ثم إذا تأخر المطر يبس وصار رميما. ولهذا قال تعالى: فجعله غثاء نحو، ثم والذي أخذ المرعى فجعله غثاء نحو، بعدما يتأخر المطر يكون غثاء رميما يميل إلى السواد، فجعله غثاء نحو. ثم قال سبحانه: سنقرئك فلا تنسى. هذا بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى سيجعله ما ينسى ما أنزله الله عليه من الوحي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا جاء جبريل الوحي يحرك لسانه خشية أن ينساه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال سبحانه هنا: سنقرئك فلا تنسى، بشارة بأنه لا ينسى، وأن الله يجمعه ما أنزله من الوحي في صدره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه الوحي استمع له، ثم إذا انتهى جبريل انطلق بالوحي، انطلق لسانه ولا ينسى شيئا. قال سبحانه هنا في هذا: إلا ما شاء الله، سنقرئك فلا تنسى، إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله أن تنساه نسيانك إياه، وهذا الاستثناء على نوعين: النوع الأول النسيان المؤقت، بأن ينسى نسيان مؤقتا، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقرأ آية فقال: رحمه الله، لقد ذكرني آية أنسيتها. والثاني نسيان نسخ، في أن تبدل بغيرها، كما قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.
فهذه بشارة من الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينسى ما أقرأه وما أوحاه إلا ما شاء الله، إلا بستثي ولا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى، إنه الله سبحانه وتعالى يعلم الجهر وما يخفى، يعلم الجهر من الأقوال والأعمال وما يخفى من الأقوال والأعمال، والسر والجهر عنده سواء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه سواء منكم من أسر الجهر من أسر القول ومن جهر به، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فالسر والجهر عنده سواء. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى، هذه بشارة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بأن الله تعالى ييسر أموره الدينية والدنيوية، وليسرك لليسرى أي أمورك الدينية والدنيوية وليسرك لليسرى. ومن ذلك أن الله تعالى أنزل على نبيه الشريعة السمحة السهلة الميسرة، قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، أنزل عليه شريعة سمحة سهلة ليس فيها آثار ولا أغلال، رفع الله عن هذه الأمة الآثار التي كانت على الأمم السابقة ولم يحملها شيئا لا تطيقه ولم يؤاخذها بالنسيان والخطأ، كما قال الله تعالى في آخر السورة في الدعاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فرفع عن هذه الأمة الآثار والغلال التي كانت على الأمم السابقة ولم يؤاخذها بالنسيان والخطأ ولم يكلفها إلا وسعها ولم يحملها ما لا تطيق، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده. هذه الآيات الكريمات فيها فوائد، منها مشروعية تسبيح الله تعالى وتنزيهه في جميع الأوقات، وقول سبحان ربي الأعلى في مشروعية تسبيح الله وتنزيهه وجوبا في الصلاة واستحبابا في جميع الأوقات، وفيها إثبات اسم الأعلى وأنه من أسماء الله تعالى وعبد له، فقال عبد محمد عبد الأعلى، أقول عبد الأعلى عبد الأعلى، وفيها إثبات صفة العلو لله عز وجل بأنواعه الثلاثة، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وأنه تعالى له العلو وله علو الذات، له أعلى العلو وهو ما فوق العرش، العرش سقف المخلوقات والله تعالى فوق العرش مستوي عليه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يمثل المخلوقين في ذلك، وفي إثبات صفة الخلق لله تعالى الذي خلق ومن أسوأ اسمنا الخالق، وإثبات صفة الخلق لله، وفيه إثبات قول إن الله تعالى سوى المخلوقات صفة فعل، وفيه إثبات المقادير وأن الله تعالى قدر كل شيء، وجاءت في النصوص الأخرى أن الله تعالى قدر المقادير في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم أن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، وأنه تعالى علم المقادير ثم كتبها في اللوح المحفوظ ثم قدر شاء وأراد كل مخلوق في الوقت الذي قدر أن يوجد، قدر شاء وأراده قبل إيجاده ثم خلقه، وهذه مراتب الإيمان بالقدر، مراتب الإيمان بالقدر التي لا بد من الإيمان بها، وهي علم الله تعالى بالأشياء قبل كونها، ثانيا كتابتها في اللوح المحفوظ، والثالث المشيئة والإرادة،
ثم الخلق والإيجاد، المشيئة والإرادة قبل خلقها وإيجادها، ثم الخلق والإيجاد. قال تعالى الذي وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال الله خالق كل شيء، هنا قال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، إثبات الله تعالى إثبات المقادير وأن الله قدرها، ويقال إن الله قدر المقادير صفة الفعل، وفيه إثبات أن الله تعالى هو الذي أخرج المرعى، هو الذي أنبت النبات، هو الذي أنزل المطر من السماء، كل هذه صفات الأفعال. لكن لا يشتق لله اسم إلا ما ورد من النصوص أو ما أطلق على الله من الأسماء. والذي أخرج المرعى، وفيه إثبات، وفيه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى يجمع ما ينزع عليه من الوحي في صدره فلا ينساه، وفيه أيضا بشارة أخرى وهي أن الله تعالى ييسر للنبي صلى الله عليه وسلم أمور دينه ودنياه، وتشمل هذه الأمة أيضا، فلها من يصيب من ذلك بقدر تأسيها بنبيها صلى الله عليه وسلم واتباع أهله. وكما قال سبحانه وتعالى في الأخرى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسى فسنيسره اليسرى. هذه بشارة من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سيقرئه فلا ينسى، وبأن الله ييسر أموره الدينية والدنيوية، وكذلك أمته تبع الله، فإن الله تعالى أنزل عليه هذه الشريعة السمحة السهلة الميسرة الصالحة لكل زمان ومكان، التي فيها حلول جميع ما يحدث وما يحصل إلى يوم القيامة، وفيها أن الشريعة الميسرة ليس فيها أغلال وليس فيها تكليف بما لا يطاق، ولا تكلف نفس إلا وسعها، ورفع الله تعالى فيها الخطأ والنسيان. وفق الله جميع طاعته. قبل أن ننسى، إن شاء الله بعد المغرب اليوم عندنا رسالة مشاركة في الدورة، رسالة الإمام محمد إلى أهل القصيم، رسالة الإمام مجدد إلى أهل القصيم بعد المغرب بعد العشاء إن شاء الله. وأيضا تنبيه آخر أن غدا الصباح ما في درس، وتنبيه رابع أيضا في مساء الثلاثاء إن شاء الله سيكون درس الشهري للكافية الشافية للمقيم بعد المغرب بعد العشاء من يوم الثلاثاء، ويكون فيه الشرح معنا الشرح الشيخ عبد اللطيف والشيخ عبد الرحمن السعدي. سب وفق الله. أحسن الله إليك. نعم، فجر الثلاثاء الدرس إن شاء الله فيه في الثلاثاء، وفجر الأربعاء وكذا ومساء الثلاثاء إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأذان: باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس رضي الله عنه: فإذا سجد فاسجدوا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء رضي الله عنه وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. حدثنا أبو نعيم عن سفيان. في متابعة، وأن المأموم يتابع الإمام، هذا هو السنة. وفي الحديث الآخر: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. وفي الحديث الآخر: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، والفعل التعقيب، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد. هذا السنة المتابعة. وأما الموافقة كونه يوافق الإمام في التكبير وفي الركوع والسجود، هذه مكروهة،
وأما المسابقة فيسبق بركن ركنين فهي حرام، وقد تبطل الصلاة إذا سبقه بركن ركنين متعمدا. أما إذا كان ناعسا أو ناسيا فإنه يأتي بها بعد إمامه ويكون معذور في هذا. وكذلك التأخر على الإمام كثير بحيث يفوت ركن ركنين متعمد يبطل الصلاة. نعم، أحسن الله إليك. بعض الأئمة بارك الله فيك يطيل الصوت في التكبير حتى ينزل إلى السجود، هل ينتظر المأموم؟ نعم، ينتظر حتى ينقطع الصوت، هذا هو الله، حتى ينقطع الصوت. ولكن ما ينبغي الإمام أن يطيل، ولا سيما في تكبيرة الإحرام أهم شيء. قد يطيل بعض الأئمة في تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر ويبادر المأموم فيقول الله أكبر فيكبر معه وينتهي، وفي هذه الحالة ما تنعقد صلاة المأموم، لا تنعقد صلاة المأموم حتى ينقطع صوت الإمام من تكبيرة الإحرام، من تكبيرة الإحرام ثم يأتي بها بعده. تكبيرة الإحرام ليس للمأموم أن يكبر تكبيرة الإحرام حتى يكبر الإمام وينقطع صوته وينتهي ثم يكبر، فلا ينبغي للإمام أن يطيل في هذا. إذا كنت بعيد نعم لابد نعم بالفعل، ويعني حتى يركع وينقطع صوته ويسجد وينقطع صوته، وإذا سجد كذلك كما سمعت في الحديث لم يحلي أحد صوته حتى يقع ساجدا على الأرض، وإذا كان بعيد يعني ما يعرف إلا بانقطاع الصوت. نعم، صلى الله عليه. حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا، قلتم حفظكم الله نفع بعلمكم. قوله في ترجمة الباب: باب متى يسجد من خلف الإمام، هذا سؤال، وجوابه أنه يسجد إذا سجد الإمام وانقطع صوته بالتكبير بدون تأخير، ولهذا قال: قال أنس رضي الله عنه: فإذا سجد فاسجدوا. قوله في حديث الباب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمدا لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، أي إذا وقع الإمام ساجدا وانقطع صوته بالتكبير تبعه المأموم، ومثله القيام، فلا يقوم المأموم من السجود حتى يستوي الإمام قائما وينقطع صوته بالتكبير. وكذلك في الركوع لا يركع حتى يحني الإمام ظهره وينقطع صوته بالتكبير ثم يتبعه بدون تأخر. وفيه دليل على أن المأموم لا يوافق الإمام في الركوع والسجود، أي لا يسجد ولا يركع معه في آن واحد، والمشهور عند العلماء أن الموافقة مكروهة، ولكن ظاهر الحديث يدل على أنها ممنوعة، والأشد من الموافقة المسابقة. فالمأموم له مع الإمام أربع حالات: أولها المتابعة، وهي أن ينتظر المأموم الإمام حتى يقع منه الفعل وينقطع صوته بالتكبير ثم يتبعه، وذلك في القيام والركوع والسجود، وكذلك في تكبيرة الإحرام فينتظر حتى يكبر الإمام وينقطع صوته. أما لو كبر المأموم قبل أن ينقطع صوت الإمام في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولا تصح، فلا بد أن ينتظر المأموم في تكبيرة الإحرام حتى ينقطع صوت الإمام، وهذه مسألة مهمة. وثانيها الموافقة، وهي أن يوافق المأموم الإمام في الفعل فيركع معه ويسجد معه ويقوم معه، وهذه الموافقة المشهور فيها عند الفقهاء أنها مكروهة، ولكن الصواب أنها محرمة ممنوعة. وثالثها المسابقة، وهي أن يسبق المأموم الإمام بركن أو ركنين فيركع قبله أو يسجد قبله، وهذا إن كان متعمدا بطلت به الصلاة. أما إذا كان المأموم ناعسا أو ناسيا أو ظانا أن الإمام كبر فهو معذور ويرجع بقدر ما سبق ثم يتبع الإمام ولا شيء عليه. رابعها التأخير، بأن يتأخر المأموم عن الإمام كثيرا، مثل ما لو قام الإمام للركعة الثانية والمأموم ما زال ساجدا يسبح ويدعو، وهذا غلط كبير وهو مخل بالمتابعة وقد يخل بالصلاة، فليس للمأموم أن يجلس في وقت القيام. أما إذا كان مريضا أو كبيرا أو كبير السن فهذا معذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فجالسا. ومن الخطأ عند بعض الأئمة أنه يتعجل التكبير قبل أن يهوي، والذي ينبغي له أن يبدأ بالتكبير مع الفعل، فالحركة تكون مع التكبير
حتى لا يتسبب في مسابقة بعض المؤمنين له. صلى الله عليه. بعض كبار السن يأخذ وقت حتى يقوم مثلا للركعة الثالثة، فإذا قام وإذا بالإمام مثلا يركع أو قريبا من الركوع، فهل نقول له مثلا قراءة بالنسبة له لقراءة الفاتحة، هل يقرأها وهو يقوم ويكون معذورا؟ هذا الظاهر، لأنه لو كان ما يستطيع يقرأه جالس، إذا كان لا يستطيع إذا كان مريض يقرأه جالس، فكذلك هنا. أحسن الله إليك. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. هذا وعيد شديد. باب سعد باب إذا رفع باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. هذا وعيد شديد يدل على تحريم مسابقة. أقرأ الشرح. صلى الله عليه وسلم. قلتم حفظكم الله نفع بعلمكم. حديث الباب فيه وعيد شديد في حق من رفع رأسه قبل الإمام، وهذا يدل على تحريم رفع المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع والسجود والتغليظ في ذلك، ومثله كونه يخفض قبله، وأنه يخشى فيه العقوبة العاجلة وهي المسخ، وأن يجعل الله رأسه رأس حمار في اللفظ الآخر أن يحول الله رأسه رأس كلب، والمراد حقيقة المسخ خلافا لمن تأول فقال ليس المراد به المسخ وإنما المراد به أن يكون بليدا كالحمار، وهذا لا وجه له لما ورد في اللفظ الآخر من الوعيد بالمسخ على صورة كلب. قد ذهب بعض العلماء إلى أن المأموم إذا تعمد مسابقة الإمام بطلت صلاته لأن النهي يفيد الفساد، وذهب الجمهور إلى أن الصلاة صحيحة مع الإثم، والصواب أنه تبطل صلاته لأن النهي يقتضي الفساد وهو نهي يرجع إلى ذات المنهي عنه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ليس لمن يسبق الإمام صلاة لهذا الحديث، حيث قال هذا الإمام في سيرة الصلاة. الإمام أحمد قال هذا في الصلاة، قال لمن يسبق، ليس لمن يسبق الإمام صلاة. أحسن الله إليك. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ليس لمن يسبق الإمام صلاة لهذا الحديث، حيث توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات، ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. قال الإمام أحمد في رسالة الصلاة والله عشان بيان الموضع. صلى الله عليه. قال الإمام أحمد في رسالة الصلاة. أحسن الله إليك. لكم تعليق عليها مطبوع. نعم. لكم تعليق عليها مطبوع. نعم نعم صحيح. قرأناه. قال له عندك الآن؟ لا الآن. ها؟ صلى الله عليه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة ليس لمن يسبق الإمام صلاة لهذا الحديث، حيث توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات، ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. فالإمام أحمد رحمه الله استدل بالوعيد الشديد في هذا الحديث على أن الصلاة باطلة، وهذا وجيه خلافا للجمهور الذين رجحوا صحة صلاته مع الإثم. وهذا الوعيد الشديد في الحديث إنما هو في حق المتعمد، أما الناس والناعس فهو معذور. نعم، لكنه يرجع، يعني يرجع مثل كما سبق في شرح الحديث، بمقدار ما سبق يرجع ويتبع الإمام. نعم. صلى الله عليك. باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة رضي الله عنها يأمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمهم أقرأهم لكتاب الله ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم قال لما أحسن الله منك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وكان أكثرهم قرآنا. حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة. سالم هو مولى أبي حذيفة، تقدم صح إمامته. نعم صلى الله عليه. قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا واطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. قلتم حفظكم الله ونفع بعلمكم. هذه الترجمة من دقائق فقه البخاري، فقه الإمام البخاري رحمه الله. فالترجمة معقودة لبيان حكم إمامة خمسة أصناف من الناس: الأول العبد، والثاني المولى وهو العتيق، والثالث ولد البغي وهو ولد الزنا، يعني هل يكون إماما إذا صح دينه، والرابع الأعرابي أي الذي يسكن البادية هل يكون إماما لأهل الحضر، والخامس الغلام الذي لم يبلغ. فما حكم إمامة هؤلاء الخمسة؟ قول البخاري رحمه الله: كانت عائشة رضي الله عنها يأمها عبدها ذكوان من المصحف، فيه دليل على أن عائشة رضي الله عنها ترى أنه لا بأس بإمامة المولى والعتيق. قوله من المصحف يقال مصحف ومصحف بكسر الميم وضمها، وفيه دليل على أنه لا بأس بالقراءة من المصحف في النافلة. أما الفرائض فالأولى فيها أن تكون القراءة من الحفظ، لأن القراءة فيها مبنية على التخفيف. وفيه أيضا الرد على من كره القراءة من المصحف في الصلاة مثل الأحناف وغيرهم، قد كرهوا القراءة من المصحف لما فيها من الحركة، والجواب أن الحركة تغتفر للحاجة، وهذا في حق الإمام. أما المأموم فلا ينبغي له أن يأخذ المصحف، بل ينصت لقراءة الإمام إلا إذا كان عينه الإمام ليصحح له خطأه فلا بأس. والمقصود أن القراءة من المصحف لا بأس بها في النافلة، أما في الفرائض فلا. والذي عليه الجمهور وهو الصواب أنه لا حرج في إمامة هؤلاء وأن إمامتهم صحيحة. أما الإمام مالك رحمه الله فقال: إذا صح دينهم، يقيد كما سبق، إذا صح دينهم فإمامة صحيحة. ولهذا يقول الحنابلة في وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، الأصل العبارة وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، هذا القيد. نعم صلى الله عليه. والذي عليه الجمهور وهو الصواب أنه لا حرج في إمامة هؤلاء إذا صح دينهم وأن إمامتهم صحيحة. أما الإمام مالك رحمه الله فقال: فقال لا يأم العبد الأحرار إلا إذا كان قارئا وهم لا يقرؤون فيأمهم، إلا في الجمعة فلا يأم لأنها لا تجب عليه. وقال فأشهب فقال إنها تصح حتى في الجمعة. وقال إيش؟ وخالف أشهب فقال إنها تصح. وخالف أشهب. نعم. فقال إنها تصح حتى في الجمعة، واحتج بأنها تجزئه إذا حضرها. وكذلك كره الإمام مالك رحمه الله. الصواب أنها تصح كما قال أشهب كابن المالك، من صح الصلاة صحت إمامته، هذا هو الأصل، كل ما صحت الصلاة صحت إمامته. نعم. وكذلك كره الإمام مالك رحمه الله أن يكون ولد الزنا إماما راتبا، لأنه يصير عرضة لكلام الناس فيغتابونه، وقيل لأنه في الغالب ليس له من يفقهه فيغلب عليه الجهل. والحنابلة يقولون تصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، لأن ولد الزنا في الغالب لا يسلم دينه، وكذلك الجندي. والصواب أن إمامة الجندي ولد الزنا صحيحة، لأن ولد الزنا ليس عليه إثم، فالإثم على من فعل الزنا، قد قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا سلم دينه صحت إمامته، كذلك الجندي. وقول مالك إن الناس يتعرضون له بالكلام لا وجه له. وكذلك خالف الإمام مالك في الأعرابي فقال لا تصح إمامته، لأن الغالب على الأعراب غلبة الجهل، وقيل لأنهم مداومون على ترك السنن والنوافل وترك حضور الجماعة. والصبي الذي لم يبلغ فيه أيضا خلاف، فإذا كان يعقل ويفهم فالصواب صحة إمامته. وإلى هذا ذهب بعض العلماء كالحسن البصري والشافعي وإسحاق، والجمهور كرهوه، فكرهه الإمام مالك والثوري، وللإمام أحمد وأبي حنيفة روايتان في صحة إمامة الصبي.
والصواب الصح كان عمرو سلمة يصلي بأصحابه وهو ابن 7 سنين لما كان تلقى الركبان ويحفظ ما لا يحفظون. نعم صلى الله عليك. وللإمام أحمد وأبي حنيفة روايتان في صحة إمامة الصبي، فذهب في رواية إلى المنع وفي أخرى إلى الجواز. والمشهور عند الإمام أحمد وأبي حنيفة أنها تجوز إمامته في النافلة دون الفريضة، والصواب أن إمامة الصبي إذا كان يعقل ويفهم جائزة، ودليلها قصة عمر بن سلمة. فإن قومه قدموه يؤمهم وهو ابن 7 سنين لأنه كان أكثرهم قرآنا، والوفد الذين قدموه كانوا جماعة من الصحابة. وإن كان الإمام أبو حنيفة وأحمد قد أجاب عن قصة عمرو بن سلمة بجوابين، أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على تقديمه، والثاني أن عمرو بن سلمة إنما كان يصلي بالناس النافلة دون الفريضة. وأجيب عن الأول بأن زمان نزول الوحي لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله. يعني إذا كان الرسول لا يعلم فالله يعلم. أقول بأن ما حدث في زمن النبوة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على صحته، لأن الرسول إن كان لا يعلم فالله يعلم. من قصة النجاسي وغيره الله تعالى أخبره بموته ونعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاسي في اليوم الذي مات فيه. المقصود أن ما وقع في زمن النبوة فإنه حجة. وقول بأن الرسول لا يعلم يقال الله يعلم، فلا يمكن أن يقر على الخطأ. نعم أحسن الله إليك. فلو فرضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالله يعلم، فلو كان هذا غير جائز لنزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن له أن ما فعله هؤلاء ليس بصواب، فلما لم ينزل الوحي دل على أنه جائز، وهذا على التسليم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم وعليه. فلا يمكن أن يقال إن الشيء الذي يقع في زمن النبوة لا يكون حجة. ولهذا استدل أبو سعيد وجابر رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. كنا نازل القرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وأما قولهما في الجواب الثاني أنه كان يؤمهم في النوافل دون الفرائض فهذا ليس بصحيح، والصواب أنه كان يؤمهم في الفريضة. وبهذا يتبين أن الصواب صحة إمامة الصبي إذا كان يعقل ويفهم ويحسن الوضوء. نعم، ولا الصبيان ليسوا سواء، بعض الصبيان لعاب ما يحسن الوضوء هذا لا يتقدم، وبعض الصبيان جيد ويحسن ويحافظ على الصلاة ويحسن الوضوء هذا هو الذي يصح، هذا هو الذي يقدم. الصبيان ليسوا سواء، نعم تفاوتون، وهذا معروف حتى الصبيان من العلماء ومن غيرهم الشافعي والإمام أحمد وغيرهم في زمن صبائهم معروف عنهم الجد والنشاط وعدم التمادي في اللعب مع الصبيان. الله أكبر. أسأل الله إليك. وقد استدل المؤلف رحمه الله على صحة إمامة المولى بحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضعا بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وكان أكثرهم قرآنا، فلما قر النبي صلى الله عليه وسلم سالما على إمامة المهاجرين وهو مولى دل على صحة إمامة المولى، ومثله العبد الذي لم يعتق تصح إمامته. وقوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة فيه صحة إمامة العبد، لأنه إذا صحت إمارة العبد وهي الإمامة الكبرى حتى أمر الناس بطاعته فالأمر بالصلاة خلفه من باب أولى. فالصواب في هذه المسائل كلها أن العبد والمولى وولد البغي إذا سلم دينه والأعرابي والصبي كلهم تصح إمامتهم، خلافا لمن منع ذلك من أهل العلم. قوله حبشي يعني من الحبشة، ومعروف أن الحبشة عبيد، وفي اللفظ الآخر وإن استعمل عليكم عبد حبشي. وهذا الحديث استدل به أهل العلم على أن الإمامة تثبت للإمام بالقوة والغلبة، فإذا غلب الناس بقوته وسلطانه وسيفه واستقر له الأمر ثبتت له الخلافة والإمامة، ولا يجوز الخروج عليه ولو كان عبدا حبشيا، لأنه لو كان الاختيار للمسلمين لما اختاروا عبدا حبشيا ولاختاروا قرشيا كما ورد الأئمة من قريش. وجاء في الحديث الآخر لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم 2 ما أقاموا الدين يعني الخلافة.
وتثبت الإمامة أيضا بالاختيار والانتخاب كما اختار الناس أبا بكر وعثمان للخلافة، وتثبت بولاية العهد أي بالاستخلاف من الإمام السابق كما ثبتت الولاية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه له. هذا استطراد البحث من الإمام السادس إلى الإمام الكبرى. نعم. ما الفرق بين العبد والمولى؟ ها؟ الفرق بين العبد والمولى؟ كأن المولى يطلق على العتيق وهذا على العبد. والمولى له معاني متعددة أكثر من 15 معنى. نعم. صلى الله عليكم. صلى الله عليك. ترجمة كذا في بعض الروايات زيادة ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة. يعني ما يمنع من حضور الجماعة، يعني يصلي الجماعة غير إلا بسبب حاجة مثلا، يعني ولو كان يعني يخدم سيدة ما يمنع من الجماعة، يصلي الجماعة وقت قصير كما هو كما كان السيد يصلي الجماعة ما يمنع من الجماعة. نعم. لا يمنعه إلا من علة. نعم. أحسن الله عليك. المفاضلة العبد إذا كان حرا وعبدا. شوف كلام الحافظ، شوف على قوله علم من العلة تكلم عليها حافظ الفتح. نعم. إذا كان المساواة بين العبد والحر إيه؟ في الإمامة فيكون علة في تقديم الحر على العبد إذا تساووا في القراءة وتساووا في العلم وتساووا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عليهم السنة فأقدموا هجرة وأقدموا سلما وإسلاما ولم يذكر الحرية. نعم. والعبنى. صلى الله عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قوله ولا يمنع العبد من الجماعة، هذا من كلام المصنف وليس من الحديث المعلق. وقوله بغير علة أي بغير ضرورة لسيده، فلو قصد تفويت الفضيلة عليه بغير ضرورة لم يكن له ذلك. وسنذكر مستنده في الكلام على قصة سالم في أول حديثي الباب. يعني لو يدعي أن يقول إنها أنا هذا عبدي أصر فيه ما أخلي يصلي الجماعة يقول أتفوت إلا من ضرورة، لكن مش في ضرورة حاجة يعني. نعم إذا كانت حاجة تقدم الحاجة، أما إذا كان غير ضرورة فلا ينبغي أن نفوت عليه الفضيلة. لا يمنع بعلة، هذا من تفقه البخاري، هو لا يمنعهم إلا من علة، يعني لا يمنعهم فوات الجماعة. كونه جالس ما عنده شغل يقول لا تروح لا تصلي مع الجماعة اجلس في البيت، هذا لا ليس له ذلك. لكن إذا كان في ضرورة نعم لا بأس. على 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 قول يمنع بعلة. في تتمة أحسن الله عملك لكلام الحافظ لما قاله سيأتي سنذكر مستنده، قال وجه الدلالة من إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقديم سالم عليهم، وكان سالم المذكور مولى امرأة من الأنصار فاعتقت، كان إمامته بهم كانت قبل أن يعتق، وبذلك تظهر مناسبة قول المصنف إيش أحسن الله عليك. ووجه الدلالة منه يعني من الحديث إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقديم سالم عليهم، وكان سالم المذكور مولى امرأة من الأنصار فاعتقت، وكأن إمامته بهم كانت قبل أن يعتق، وبذلك تظهر مناسبة قول المصنف ولا يمنع العبد، وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بعد أن عتق فتبناه، فلما نهوا عن ذلك قيل له مولاه كما سيأتي في موضعه. طيب شكرا حافظ رجب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري المسألة الخامسة، قال لا يمنع العبد من الجماعة بغير علة، هذا يدل على أن البخاري يرى وجوب الصلاة في الجماعة على المملوك وأن سيده لا يجوز له منعه منها، وهو أيضا ظاهر كلام الإمام أحمد. قال إسحاق بن هانئ سألت أبا عبد الله عن العبد يرسله مولاه في حاجته فتحضر الصلاة فيصلي ثم يقضي حاجة مولاه ويقضي حاجة مولاه ثم يصلي، ولعله انقضى حاجة مولاه لا يجد مسجدا يصلي فيه. قال أبو عبد الله إذا علم أنه إذا قضى حاجة مولاه أصاب مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مولاه، وإن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه صلى ثم قضى حاجة مولاه. وقال صالح بن الإمام أحمد سألت أبي عن العبد يأمره مواليه بالحاجة وتحضر الصلاة، قال إن وجد مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مواليه وإن صلى فلا بأس. ومن المتأخرين من أصحابنا من قال
يتخرج وجوب الجماعة على العبد على وجوب الجمعة عليه، وفيه روايتان عن أحمد، فلذلك يخرج في وجوب الجماعة. ومنهم من قال يخرج في وجوب الجماعة، ومنهم من قال لا تجب الجماعة على العبد بحال لتكررها كل يوم وليلة بخلاف الجمعة، وممن قال لا تجب الجماعة على العبد من أصحابنا القاضي أبو يعلى في خلافه وأبو الفتح الحلواني، وروي عن الحسن ما يدل على مثله، فروى أبو بكر الخلال بإسناده عن مهدي بن ميمون قال سألت الحسن عن عبد مملوك تحضره الصلاة فيحب أن يصليها فيرسله مولاه في بعض الحاجة، فبأي ذلك يبدأ؟ قال يبدأ بحاجة مولاه. البخاري كان يرى الوجوب وأنه لا يمنع إلا من ضرورة، والمسألة فيها خلاف، والذين قالوا لا تجب عليه الجماعة قالوا له أن يمنع يعني كما نعم. صلى الله عليك. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. حدثنا سم صلى الله عليك في شيء في أول كلام المسألة اللي مرتنا هذا بداية الرسالة أحسن الله إليكم. قال القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى رحمه الله في طبقاته في ترجمة مهنا بن يحيى الشامي السلمي رحمه الله تعالى صاحب الإمام أحمد، أخبرنا المبارك قراءة، قال أخبرنا إبراهيم، قال أخبرنا أبو عمر، قال أخبرنا طيب، قال أخبرنا أحمد القطان، فقال حدثنا سهل التستري، قال حدثنا سهل التستري قرأ علي مهنا بن يحيى الشامي هذا كتاب في الصلاة وعظم خطرها وما يلزم الناس من تمامها وأحكامها يحتاج إليها أهل الإسلام لما قد شملهم من الاستخفاف بها والتضيع لها ومسابقة الإمام فيها، كتبه أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى قوم صلى معهم بعض الصلوات، أي قوم لا بس المسألة نعم قال أي قوم إني صليت معكم فرأيت من أهل مسجدكم من سبق الإمام في الركوع والسجود. هذا هو لكن المسألة مرتنا قول نعم قال ذكر الحديث أما يخاف نعم قال جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار وذلك لإساءته صلاته، لأنه لا صلاة له، ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخف عليه العقاب أن يحول الله رأسه رأس حمار. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الإمام يركع قبلكم ويسجد قبلكم ويرفع قبلكم. وجاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا انحط من قيامه للسجود لا يحني أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبثون خلفه قياما حتى ينحط النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر ويضع جبهته على الأرض وهم قيام ثم يتبعونه. وجاء الحديث عن أصحاب النبي رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوي قائما وإنا لسجود بعد. المقصود ما في تغيير ما يخشى الذي يرفع رأسه الإمام ما في نعم. في هذا الكتاب ذكر الأحاديث كلها بدون أسانيد بدون أسانيد نعم فيها ذكر بعضهم أنه كان بعد أن منع من التحديث بعد إيش؟ بعد أن منع من التحديث الإمام صحيح كلها ما ذكر فيها أسانيد نعم. لأن أحسن الله إليك لأنه كان أيضا يخاطب عوام لأن بداية رسالته قال أي قوم إني صليت معكم نعم طول الرسالة نعم كل هذه الأسباب قد تجتمعت كلها نعم أحسن الله عليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصلاة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن بكر حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حا وحدثنا هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى
وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قلت: أحسن الله إليكم، في هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتشاورون في التنبيه للصلاة، هل يتخذون ناقوسا أو قرنا مثل قرن اليهود فيكون ذلك علامة لدخول الوقت؟ فقال عمر رضي الله عنه: تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. وجاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قوله: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: ما تصنع به؟ قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى. قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا الأذان بلال الذي يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم 15 جملة، والإقامة 11 جملة، وأما أذان المحذورة فيزيد 4 كلمات ترجيع، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن سرا، ثم يرفع بها صوته فتكون جملة 19. وأذان بلال أفضل لأنه هو الذي يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. ويجر رداءه في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم لما كسف الشمس خرج يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، في دليل على أن العرب كانوا يلبسون الأزر والأردية أحيانا، إزار يشد به نصف الأسفل قطعة قماش ورداء يجعلها على كتفه مثل المحرم، وأحيانا يلبسون القمص ثيابنا هذه، فكان عمر يجر رداءه يعني عليه إزار ورداء، والنبي يجر له عليه إزار ورداء في غير الإحرام. كانوا العرب عادة هكذا يلبسون أحيانا الأزر الأردية كالمحرم وأحيانا القمص. نعم. أحسن الله إليكم. هل يفهم منها أنه كان أيضا حاسر الرأس؟ لأنه إذا كان لا يقول يجر رداء، الرداء هو اللي يضعه على الكتف. نعم، لكن إذا كان لا يلبس الرداء يفهم منه من باب أولى أنه لم يكن، لا الرأس شيء آخر، كان القميص على الجسم والرأس، وأما الإزار والرداء فالإزار شد في النصف الأسفل والرداء على الكتف. نعم، هي مدغمة. نعم، أشهد أن لا إله مدغمة. نعم. بعضهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله. لا، أشهد أن لا إله الله مدغمة هذه، لا ما مكسب على يجعل الكاف مكسب، الله أكبر ساكن الكاف. نعم، أحسن الله إليكم. ويجمع بين حديث ابن عمر رضي الله عنهما وبين حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه بأن كليهما أري الأذان. طيب. قال: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية: فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة. يعني إلا قد قام الصلاة فإنها تكون مثنى. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث الثقفي غير أنه قال أن يوروا نارا. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قلت أحسن الله إليكم قوله أمر بلال أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم الرفع وهو الصواب الذي عليه جمهور العلماء. وقوله أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة معنى الشفع تثنية الأذان فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات ثم تثنية الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم حي على الصلاة مثناه ثم حي على الفلاح مثناه الله أكبر الله أكبر مثنى ويستثنى لا إله إلا الله فتقال مرة واحدة. ومعنى الإيتار كل 15 جملة نعم نعم. ومعنى الإيتار إفراد الإقامة فينادى بألفاظ الإقامة مرة واحدة. وقوله إلا الإقامة أي إلا قول قد قامت الصلاة فتشفع أي ينادى بها مرتين. وعلى هذا تكون الإقامة هكذا يكون التكبير مرتين والشهادتان مرة واحدة وحي على الصلاة مرة وحي على الفلاح مرة وقد قامت الصلاة شفعا وكذلك الله أكبر الله أكبر شفعا تكون 11 جملة نعم. قال حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي وحدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يعود جهرا يقولها أول سرا ثم يعود جهرا فتكون الشهادتين 4 سرا و4 جهرا 8 فيزيد تزيد الجمل على جمل الأذان بلال 15 وتكون هنا 19 نعم. فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يعني يقولها جهرا بعد أن قالها سرا نعم. حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين زاد إسحاق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قلت أحسن الله إليكم في هذا الحديث أن هذا الأذان الذي يسمى أذان أبي محذورة رضي الله عنه علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يؤذن به في مكة نعم. علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن به لما فتحت مكة وجاء سبب اختياره في السنن عن أبي محذورة رضي الله عنه أنه قال خرجت في 10 فتيان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلينا فأذنوا فقمنا نؤذن نستهزئ بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيتوني بهؤلاء الفتيان فقال أذنوا فأذنوا فكنت أحدهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا الذي سمعت صوته اذهب فأذن لأهل مكة فمسح على ناصيته وقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمد رسول الله مرتين ثم ارجع فاشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمد رسول الله مرتين حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وإذا أقمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، أسمعت؟ قال: وكان أبو محذورة رضي الله عنه لا يجز ناصيته ولا يفرقها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليها. التبرك ما بتبرك بما مسى النبي صلى الله عليه وسلم جسده، يعني الصحابة يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما مس جسده. ولهذا في حجة الوداع لما حلق رأسه أعطاها طلحة يقسم على الناس الشعر والشرتين، وإذا توضأ أخذوا فضلات الوضوء، وإذا تنخم وقعت أخذ في كف واحد منهم، فذلك بها جسمه لما جاء الله فيما بركة. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقص عليه غيره، فلم يتبرك الصحابة بأكل ولا عمر، ولأن هذا وسيلة للشرك. نعم، فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله عليك. مر معنا في درس السنن الحكمة في اختصار أبي محذورة، قرأنا كلام ابن الجوزي أنه قال كان يعني لم يكن مسلما في ذاك الوقت. نعم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كان استبعدتم هذا الحديث فيه وهو أبغض الناس إلينا، هذا دليل أنه كان يعني يخبر عن حالته السابقة، يعني الله أعلم، يعني كان قبل أن يسلم. نعم، ما في شك إنه قبل أن يسلم، ما في شك. صلى الله عليه وسلم. هل يعاب على أذن أذان أبي محذورة ليعلم الناس السنة؟ لأنه تعتاد على أذان بلال. نعم، إذا كان يخشى من الإنكار أو إنكار السنة فلا يفعل. نعم، حدث الناس ما يعرفون. قال علي: حدثنا بما يعرفون، أتدرون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم، هو 19 جملة تنقص أربعة المعرفة أربعة. نعم، أحسن الله عليكم. الترجيع في الشهادتين أربع سرا ثم أربع شهر بها، فتكون زيادة، فتكون 19 جملة. نعم، أحسن الله عليكم. يقولها جميعا سرا ثم جميعا. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله، وإن أفردها سرا وجهرا الأمر واسع. نعم، نعم. وهذا الأذان فيه الترجيع، وهو الإتيان بالشهادتين مرتين سرا ثم يعود فيأتي بهما مرتين يرفع فيهما صوته، فتكون جمل الأذان عند أبي محذورة رضي الله عنه 19، وأذان بلال رضي الله عنه 15 جملة، لأن في أذان أبي محذورة زيادة الشهادتين مرتين سرا. وهنا في صحيح مسلم لم يذكر التكبير في أذان أبي محذورة. إيش؟ وهناك؟ وهنا في صحيح مسلم لم يذكر التكبير في أذان أبي محذورة إلا مرتين، الله أكبر الله أكبر، لكن ذكر في غير صحيح مسلم في رواية أحمد وأصحاب السنن أن التكبير أربع في أوله، فالأذان جاء على أنواع، وكذلك الاستفتاح جاء على أنواع، وإذا اختار المسلم أيهما فله ذلك، لكن الأفضل أذان بلال رضي الله عنه، لأنه هو الذي كان يؤذن به، هو الذي كان يؤذن به عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لزمه رضي الله عنه حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. طيب، وإذا اختار الأذان بحضوره وكان ما طالب العلم يعلمهم ويخبرهم قبل ذلك حتى لا ينكروا فلا بأس، لكن يكون فيه إعلان وكذا وإخبار الناس حتى ينكروا. نعم، أحسن الله عليكم. ما مالك الإقامة على أذان أبي محذورة؟ جائز. لا جائز. ها؟ الإقامة في نعم نعم في فيها زيادة. نعم، زيادة على الإقامة في بلاد مثل ما ورد فيها زيادة، ممكن تصل لمدينة 15 جملة. نعم. قال: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها مثله.
قلت ما أحسن الله إليكم في هذا الحديث جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر في المسجد الواحد. قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني بن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. قال وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله. قلت محسن الله عليكم في هذا الحديث أنه لا بأس بأذان الأعمى، لكن ينبغي إذا كان المؤذن أعمى أن يكون معه آخر بصير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، وكان بلال رضي الله عنه يؤذن قبل الفجر وابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن الصبح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. يعني وهذا في رمضان كلوا واشربوا الصائمين. نعم. ثم قال المستحيل. نعم. ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. والأذان جائز قبل الوقت في الفجر فقط، أما في غير الفجر فلا يجوز الأذان إلا بعد دخول الوقت، ولهذا جاء في الحديث الآخر لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. أو ليرجع ليرد ليرجع قائمكم فإن رجعك الله يرجع ليرد يرده يعني يرد القائم يعني المصلي إذا سمع الأذان عرف أن الوقت قريب يختصر في صلاة، هذا في دليل على أنه متأخر يرد القائم ويوقظ النائم، أنه لم يوقظه يتوضأ ويصلي مع قسم الله، والقائم الذي يطيل الصلاة يرد عن طوله يعلم أن الوقت قريب يرد قائمكم يرجع. لكن فيه دليل على أنه الأذان قبل الفجر بوقت، لكن بشرط أن يكون أن يعيد الأذان مرة أخرى بعد دخول الوقت أو يكون مؤذن آخر يعيده. أنا ما لابد يقيد هذا عندي في العبارة قراءة العبارة. وفيه دليل على أنه يجوز في هذا الحديث أنه لا بأس بأذان الأعمى، لكن ينبغي إذا كان المؤذن قبل في دليل على والأذان جائز قبل الوقت في الفجر فقط، لكن بشرط أن يؤذن مرة أخرى بعد الفجر أو يكون مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر، لابد من هذا القيد. هو يؤذن قبل الفجر ويسكت، نعم، لأن هنا بلال يؤذن قبل الفجر وابن مكتوم يؤذن بعد الفجر، فهو إما أن يكون مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر أو نفس الإمام المؤذن يؤذن بعد الفجر مرة أخرى. نعم. خاص في رمضان شيخ أو جميع طوال السنة الأذان قبل الفجر خاص في رمضان؟ لا عام، لكن هذا حصل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. هذا أحسن الله قولكم فقط لا يسمن الجمعة. أحسن الله عليكم. وش الأذان قبل الوقت؟ نعم، كانت الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان ما فيه إلا مؤذن واحد مؤذن إذا دخل خطيب، لكن عثمان رضي الله عنه كثر الناس في المدينة أمر مناديا ينادي تنبيه منادي ينادي تنبيه الناس لما كثر الناس في المدينة، وهي سنة خليفة الراشد، هذا نداء إعلام الناس يشتغلون في أعمالهم وفي أسواقهم إعلامهم بين اليوم والجمعة وقرب الوقت. نعم. يردد بعد الأذان الأغرب أنها مثل الأذان الأول ما ليس يعني لا يشمل هذا، اللهم رب هذا الدعوة التامة والصلاة القائمة سيأتي أذان بعده. نعم، إنما هذا للتنبيه نات سادها عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس في المدينة أمر مؤذن يؤذن على الزوراء مكان يعني. نعم. أحسن الله
أحسن عليكم. فالأذان الأول يخبر بأن الفجر قريب حتى يستعد القائم ويخفف الصلاة ويوتر ويوقظ النائم فيستعد. أضفت قلنا حتى إيش؟ والأذان جائز قبل الوقت في الفجر فقط بشرط أن يؤذن مرة أخرى بعد الفجر أو يكون هناك مؤذن آخر أو يكون هناك مؤذن آخر بعد الفجر. حسن عليكم. فالأذان الأول يخبر بأن الفجر قريب حتى يستعد القائم ويخفف الصلاة ويوتر ويوقظ النائم فيستعد ويتوضأ للصلاة ويوتر، ولهذا لا يؤذن للأذان الأول قبل أذان الفجر بكثير، لأنه إذا كان كذلك لم يحصل المقصود، فإنه صلى الله عليه وسلم بين العلة ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فإنما تحصل الفائدة إذا أذن قريبا من الفجر. إيه مثل أنا مناسبة ساعة أو أقل ساعة يعني قريب يعني نعم. ما يكون الأذان قبل ساعتين أو ثلاثة أو أربعة ما يحصل مقصود. نعم. أحسن الله إليكم. الترجمة باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير، وكذلك البخاري في صحيحه قال باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. نعم. لكن أحسن الله إليكم، قال الشيخ بن عثيمين في شرحه لكن المترجم رحمه الله اشترط أن يكون معه بصير، وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أنه لا بصير معه، وهو كذلك وهو الصحيح أنه لا يشترط أن يكون مع الأعمى بصير، ولا سيما في وقتنا الحاضر فإن الناس يعتمدون على التقاويم وبأيديهم الساعات. الله يكون له بصير، إذا كان بصير هو يؤذن يعني هذا الثاني فلا بأس، أما إذا كان يؤذن على الوقت فقد لا يحتاج البصير. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزى. الله أكبر. في عهد الحديث في فضل الأذان. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزى. فيما جاء في الحديث الآخر أن من شهد أن لا إله إلا الله لم تمسه النار أو قال موقنا بها دخل الجنة في فضل الأذان. والحديث هذا أيضا رواه أصحاب السنة. نعم. في هذا الحديث أن الأذان دليل على الإسلام، وأنه لا بد منه في كل بلد، وأنه إذا تواطأ أهل بلد على تركه فإنهم يقاتلون، وفيه أن من أذن يحكم بإسلامه لأنه ينطق بالشهادتين. في هذا الحديث أن الأذان دليل على الإسلام، وأنه لا بد منه في كل بلد، وأنه إذا تواطأ أهل بلد على تركه فإنهم يقاتلون، وفيه أن من أذن يحكم بإسلامه لأنه ينطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك ينظر إن التزم فالحمد لله، وإن لم يلتزم كان مرتدا. وفيه أن إجابة المؤذن عن صدق وإخلاص من أسباب دخول الجنة. نحسن عليكم. هذا قيد عن صدق وإخلاص، هذا من الحديث الآخر أن من أجاب المؤذن فله مثل أجره أو خرج من النار،
مرنا أظن في سنة أبي داود ومن أخرجه من أظن أصحاب السنن حديث إذا هو صاحب معزة. لكن أحسن الله إليكم في الحديث هل هو المؤذن أو مجيب الأذان؟ لأن ذكر قلتم فيه أن إجابة المؤذن عن صدق وإخلاص من أسباب دخول الجنة، لكن الرجل الذي في الأذان ليس هو المؤذن؟ إذا كان هذا من الحديث الآخر فيه أن شري قبلها في الفوائد قبلها، وفيه أن من أذن يحكم بإسلامه لأنه ينطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك ينظر إن التزم فالحمد لله وإن لم يلتزم كان مرتدا. وفيه أن إجابة المؤذن عن صدق وإخلاص من أسباب دخول الجنة. إذا كان هذا الحديث الآخر الذي وجدت أحسن الله إليكم عند أبي داود حديث أنس صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح وكان يتسمع فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. لا في صاحب عزاء هذا مرة نعم شاء الله نعم شاء الله وفي مستيقن بها قلبنا. هذا جاء من الحديث الآخر أن من أجاب المؤذن نعم شو بعده؟ أحسن الله إليكم. هذا الحديث أخرجه من أصحاب الكتب الستة البخاري أيضا والترمذي. أحسن الله إليكم. وفيه مشروعية الأذان للمسافر ولمن كان في البرية، ولهذا أوصى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عبد الله. وفيه مشروعية الأذان للمسافر ولمن كان في البرية، ولهذا أوصى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة رضي الله عنهما فقال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن إجابة المؤذن ليست واجبة وإنما هي مستحبة، وأن الحديث الآتي: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، على الاستحباب. وصرف الأمر في هذا الحديث عن الوجوب بما ورد في حديث الباب، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مثل ما قال المؤذن. نعم، إذا كان الفائدة هذه مقدمة الحديث بعده. وش بعده؟ باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة. بركة، وفق الله جميع العطاءات وثبت الله جميع، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.